الأستاذ الغزواني مصطفى صفة مؤطر بجامعة حسن الثاني منتخبات كرة اليد إناث وذكور وكذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق. أستاذ بخصوص انطلاق الموسم الجامعي 2024-2025 اللي كنعرفوا أن كلية الحقوق يعني دائما ديال عين الشق دائما كتكون في منصة التشويج، شنو هو البرنامج المسطر ديال هذا السنة؟ البرنامج المسطر وهو الجديد هذا العام هو أننا غادي يكون عندنا واحد العمل بمشروع بيداغوجي خاص بالألعاب الجامعية التي ستسطر إن شاء الله في هذا العام هذا لتطبيقها وللوقوف على الأشياء اللي هي إن شاء الله غادي تكون في صالح الطلبة، بحيث غادي يكون إن شاء الله الجديد هو الطلبة إن شاء الله غادي يوليو كيتمتعوا وغادي يوليو كيستحقوا واحد ثلاثة النقاط في الأنشطة الثقافية والرياضية، وذلك بواحد الفيليار اللي هي سوفت سكيلز المهارات الذاتيه ان شاء الله. والبدايه ديال هذا العام ان شاء الله غادي تكون هاد بمناسبه عيد الاستقلال ان شاء الله هذا السبت 20 نوفمبر ان شاء الله غادي يكون تتمه نهائيات البطوله المحليه التي ستجرى في مركب جامعه الحسن الثاني ان شاء الله. بخصوص يعني شحال عدد المشاركين عدد الطلبه اللي كيستافدوا من هاد الفضاء الرياضي ولا من كليه الحقوق؟ بالنسبه الى خدينا العدد ديال الكليه يعني كنلقاو عدد يعني في تزايد، ما غنقولوش ناقص ويمكن في تزايد. كنلقاو مثلا كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه عين الشق يعني كاين تقريبا 42 طالب اللي كاين 42000 طالب، يعني المشاركين حنا يلا كنوصلوا لشي 5000 ولا 6000 طالب وطالبه اللي كيشاركوا في جميع الالعاب الجماعيه والفرديه. ولكن الحمد لله التمثيل ديالنا في جامعه الحسن الثاني بين الجامعات اللي كاينين في المغرب، يعني كنكونوا ديما حنا السباقين والاوائل في النتائج على الصعيد المحلي او الدولي ولا الوطني. شكرا. بارك الله فيك. Yeah.